اهلا وسهلا حبايبي، فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده هيكون تحضيرات من اصناف العيد برضو. هيكون معانا النهارده كفته الحاتي وكمان الطرب بتتبيله الكفته المميزه، كفته الشوي والطرب كمان، ونشوف طريقه تفريزهم علشان يطلعوا معانا بكل سهوله في العيد ان شاء الله، ويبقوا سهلين معانا ومميزين جدا جدا. وبتمنى الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نتابع الفيديو. وده كده شكل الطرب معايا، هو في المرحلة دي اسمه مناديل داني، ولما نيجي نشتريه من عند الجزار بنقول له مناديل داني، وهي بتكون عبارة عن طبقة رقيقة من الدهون بالشكل ده موجودة في الخروف، بنحشيها باللحمة المفرومة ونشويها، بيبقى اسمها طرب. وبقسم الكمية اللي معايا كلها بقطعة كده متساوية صغيرة عشان تبقى سهلة معايا في الحشو. والكيلو من المناديل الداني دي ب80 جنيه علشان يبقى عندكم برضو فكرة بالأسعار. وبعد ما بقسم الكميه كلها بالشكل ده، وفي قطع بلاقيها سميكه كده زي ما احنا شايفين دي، بخليها بفرمها مع كفته الشوي وبرش بقى ملح عليه كله كده، واسيبه حوالي 10 دقائق. وبعد ال10 دقائق بفركه كده بالراحه علشان هو عباره عن طبقه من الدهون برده، مش عايزاه يتهري في ايدي. بفركه كده بسيط، وبعد كده بشطفه كويس بالميه واسيبه يتصفى. وبعد كده بكون محضره طبق فيه ميه وبملح وبخل وعصير 2 ليمونه والقشر بتاعهم، وبحط الطرب اللي معايا في الميه يتنقع لمده 10 دقائق. وبعد ال10 دقائق بصفيه بقى من الميه اللي كان فيها، وبشطفه كويس جدا جدا واسيبه يتصفى كويس برده قبل الاستخدام. ولتحضير عجينة الكفتة اللي هحشي بيها الطرب، وكمان هعمل جزء منها كفتة الحاتي المشوية، فرمت قطعتين من الدهون بتاعت الطرب اللي هي السميكة اللي وريتها لكم اللي ما بتنفعش تتلف صوابع، فرمت قطعتين منها كده على كيلو لحمة في البيت، بفرمهم في البيت. وهحتاج بصلاية مبشورة متوسطة وملح وفلفل وكوبيبة صيني ومعلقة زبادي كبيرة ومعلقة طحينة كبيرة. هضيف المكونات بتاعت الكفتة على بعض كلها، البصلايه المتوسطه مبشوره، ما بنكترش البصل ولا التوابل في كفته الحاتي، ومعلقه كبيره زبادي ومعلقه كبيره طحينه خام. الزبادي والطحينه هنا بيطروا لي عجينه الكفته ويدوها طعم جميل، وكمان الطحينه بتساعد على تماسك الكفته. وباخد بقى قطعه كده من الطرب وهبدا احشيها، بفردها كده على طبق قدامي، وباخد قطعه من عجينه الكفته بعملها على هيئه صباع كده واحشي بيها الطرب، وبقفل عليها من الجنبين كده كأننا بنحشي ورق عنب ولا حاجة، بس ده طبعا أسهل. وبلف كده الطرب على قطعة الكفتة كلها بالشكل ده، وده شكل الصباع، وطبعا نعمله بالمقاس اللي نحبه، يعني المقاس حسب رغبتكم. وبعمل الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. وبعد ما بخلص كمية الطرب اللي معايا بالشكل ده، دلوقتي في طريقتين قبل التفريز، لازم نقفل على الطرف النهائي ده بتاع صباع الطرب، لا اما بعود خلة الاسنان الصغير كل واحد على حدة، لا اما بالعواد الخشبية بتاعت الشيش طاووق كده. الطريقة اللي انا بحب اعملها دايما بجيب عودين كده واثبت في نهاية يعني في نهاية الطرب نفسه، لازم نثبت النهاية دي، لان لو ما ثبتناهاش وفرزناه كده اصابع زي ما هو كده من غير تثبيت الطرف الاخير بتاعه ده، ساعة السوى بقى ومع السخونية بنلاقيه فتح والحشوة خرجت منه وشكله ما بيبقاش منتظم خالص، فلازم نقفله قبل التفريز، لانه كمان هيطلع على نفس وضعه ده هو مجمد. الطرب او كفتة الحاتي لما نفرزهم بنطلعهم على السوى على طول مباشرة وهم مجمدين، ما ينفعش نفكهم ابدا. وبثبت بقى في العودين كده زي ما احنا شايفين 3 اصابع من الطرب او 4 على حسب حجمهم بالشكل ده. وبحضر بقى طبق فايبر فيه قطع من البلاستيك كده في القاع بتاعه، وبرص كمية من الطرب واعمل عازل بينهم قطع بلاستيك برضو علشان لما اجي احتاجهم اطلعهم بكل سهولة، ما يبقوش لازقين في بعض وبيطلعوا هم مجمدين زي ما بقول لكم بوضعهم بالاساخ اللي فيهم بكل حاجة، على اي شواية او جريل او طاسة او في اي مكان هتشويهم فيه هيبقوا بمنتهى السهولة. ونقسم بقى كمية
الصينية كلها كده في أطباق وبينهم بلاستيك بنفس الطريقة، وبلف في النهاية بقى الطبق كله بالبلاستيك الغذائي بالطريقة دي، وبحفظهم في الفريزر وكده جاهزين معايا في أي وقت بيطلعوا على الشوي على طول. ودلوقتي لتشكيل كفتة الشاوي هيكون معايا معلقة خشبية دائرية بالشكل ده، وصينية كده فرد عليها قطعة من البلاستيك، وباخد كده جزء من عجينة الكفتة وشكلها على هيئة أصابع على المعلقة الخشب، وارصها على صينية كده علشان هدخل الصينية كلها في الفريزر لغاية ما تتجمد أصابع الكفتة على حدة قبل ما اجمعها في أكياس التفريز. وبتكون الكفتة مجوفة من جوه بالشكل ده كده. بخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وبعد ما أصابع الكفتة بتتجمد كويس جدا جدا في الفريزر، بجمعها في أكياس البلاستيك الخاصة بالتفريز من غير أي حاجة عازلة بينهم ولا حاجة، لأن طالما كل صباع اتجمد على حدة أما نجمعهم في كيس واحد مش هيلزقوا في بعض تاني ولا حاجة. وبقسمهم بقى في أكياس حسب الكمية اللي تحبيها، وبكتب طبعا على كل كيس أهم حاجة المحتوى بتاعه زي ما اتفقت معاكم على طول، كاتبة اهو كفتة شاوي علشان عارفة أعرف المحتوى اللي جوه الكيس، وبقسمهم كده في أكياس بقى حسب الكمية اللي تفضليها. وده شكلهم كده من الجنب بيبقوا مجوفين كده من الوسط، ودول طبعا بيطلعوا مجمدين على طول على الجريل او الطاسه بتاعتنا، ما نسيبهمش يفكوا ابدا وهم مجمدين كده، نشويهم على طول. وحتى ممكن يعني نفتح الكيس واخد جزء واقفل تاني على الباقي، لان هم يعني ممكن اخد الكميه اللي انا عايزاها واقفل على الباقي لان كلهم مش لازقين في بعض. وبتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وكان مفيد بالنسبه لكم. تحضيرات العيد دي النهارده عملنا كفتة الشاوي والطرب. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد. مع السلامه.